السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا وطالباتنا الأعزاء، إليكم المحاضرة الثالثة في مادة علم الأحياء الدقيقة بعنوان Bacterial Growth and Physiology، وتتحدث عن تضاعف وتكاثر البكتيريا وظروف تكاثر البكتيريا والظروف المناسبة لتكاثر البكتيريا. بداية سوف نتحدث عن التضاعف أو التكاثر growth. التكاثر growth هو عبارة عن زيادة في أجزاء الخلية البكتيرية، بالإضافة في النهاية سوف تنتهي هذه العملية بتضاعف البكتيريا إلى أعداد كبيرة، increase in population، يعني تتضاعف البكتيريا إلى أعداد كبيرة. طبعا في بداية عملية التضاعف تزداد حجم البكتيريا، بعدين بعد فترة يزداد عدد البكتيريا، والبكتيريا تتضاعف بواسطة الباينري فيجن اللي هو الانقسام الثنائي البسيط. هذا هو الانقسام الثنائي البسيط Bacterial Cell Division. بداية أول خطوة تتضاعف المادة الوراثية لكروموسوم تبع البكتيريا، بعدك تزداد حجم البكتيريا، السيل وول يتمدد يزداد حجمه، بعدك بعد تضاعف المادة الوراثية يتكون حاجز سبتم بين اللي هي أجزاء البكتيريا أو الخليتين الذين تكونوا حديثا، بتكون حاجز بينهم سبتم من منطقة الديفيجن بوينت. طبعا المادة الوراثية المتضاعفة طبعا بصير الكروموسوم النسخة الواحدة بصير نسختين، كل نسخة بتشبك في منطقة اللي هي الميسوسوم، تحدثنا عنه في الشابتر السابق، فبصير كل نسخة في جهة، وبعدك تنقسم الخلية البكتيرية إلى خليتين بصيروا two daughter cells، يعني خليتين متشابهات مثل بعضهم البعض. برضو هذه هي الخطوات التي تحدثنا عنها، زي ما انتم شايفين أول خطوة تتضاعف المادة الوراثية، بعدين بصير عندنا cell elongation، بزيد حجم الخلية البكتيرية، بعدين بتكون الحاجز بينهم، بعدين كل نسخة من الكروموسوم تتجه إلى جهة من جهات الخلية أو الخليتين، بعدين تنقسم الخلية إلى خليتين بصير السيل سيبريشن. عندك تعريف مهم اسمه جينيريشن تايم. جينيريشن تايم هو عبارة عن الفترة التي تتكون فيها الخليتين، يعني تنقسم الخلية إلى خليتين. عندما تنقسم الخلية البكتيرية إلى خليتين هذه الفترة بسموها جينيريشن تايم. طبعا هذه عملية الانقسام يجب أن تخضع لظروف مثالية بسموها Optimum Conditions. كل بكتيريا لها ظروف مثالية، يعني مثلا في بكتيريا تحتاج درجة حرارة 37 للانقسام، في بكتيريا تحتاج 42 للانقسام، في بكتيريا تحتاج درجة حرارة أكثر، وهكذا. إذا كل خلية بكتيرية أو كل نوع من أنواع البكتيريا لها Optimum Condition مختلفة عن الأخرى. أيضا Generation Time هذه بسموها كمان لها اسم تاني Population Doubling Time، اللي هي فترة أو زمن التضاعف. Generation Time هذه تختلف من بكتيريا إلى أخرى، يعني على سبيل المثال معظم البكتيريا زي بكتيريا الإشريشيا كولاي أو الكوليفورم، الكوليفورم هي البكتيريا زي الإشريشيا كولاي وبروتياس وستروباكتر،
هذه بتاخذ وقت 20 دقيقه للانقسام. في عندنا بكتيريا بتاخذ وقت اكبر، اللي بكتيريا السل الرئوي تيوبرسيلوس اللي بتاخذ 20 ساعه تقريبا، من 14 ل 20 ساعه. في عندنا بكتيريا الليبروباسيلاي اللي هي البكتيريا الحلزونيه او اللولبيه بتاخذ 20 يوم للانقسام. في عندنا تعريف مهم اللي هو الكولوني اللي هو المستعمره. المستعمره هي عباره عن نمو بكتيريا على سطح صلب او وسط زراعي، سوليد ميديا. سوليد ميديا يعني وسط زراعي. طبعا البكتيريا هذه عشان تتضاعف بتاخذ من 20 ل 30 دوره تقريبا، يعني الخليه الواحده بتصير تنتين، والتنتين بيصيروا اربعه، والاربعه بيصيروا ثمانيه، والثمانيه بيصيروا 16، وهكذا تقريبا من 20 ل 30 دوره بتصير بعدها اللي هي مستعمره كامله. نستطيع مشاهده هذه المستعمره بالعين المجرده. المستعمره عباره عن يعني عدة آلاف أو ملايين من البكتيريا. ملايين من البكتيريا بتكونوا مع بعض وبيعملوا مستعمرة زي ما احنا شايفينها في الصورة اللي في الوسط. فكل بكتيريا، كل نوع بكتيريا بيعمل مستعمرة منفصلة عن الأخرى. طبعا هذه المستعمرة نشأت من بكتيريا واحدة. هذه البكتيريا لو نمت على سطح قلنا صلب او على وسط زراعي صلب. طب لو نمت على وسط زراعي سائل بنسمي اللي هو نمو البكتيريا في هذا السائل تيربيديتي. التيربيديتي هذه تحدث في الليكويد ميديا اللي هو الوسط الزراعي السائل. يعني ممكن لو عدينا البكتيريا في هذا السائل بنلاقي من 10 اس 7 ل 10 اس 9 خلية بكتيرية في الميل الواحد، في الام ال الواحد، المليلتر الواحد. في مصطلح اخر اسمه بايوفيلم فورميشن. البايوفيلم هو عبارة عن تضاعف البكتيريا على سطح صلب. تضاعف البكتيريا على سطح صلب، تلتصق البكتيريا مع بعضها البعض على هذا السطح وبتكون بايوفيلم. وهذا البايوفيلم يعني ممكن يعمل انفكشن في جسم الانسان، لانه غالبا ما يكون البايوفيلم في جسم الانسان مثلا او على سطح صلب خارج جسم الانسان. هذه اشكال مستعمرات من البكتيريا على اوساط زراعية مختلفة. ايضا هذه عبارة عن نمو بكتيريا داخل الاوساط الزراعية السائلة. هذا هو البيوفيلم. وان البيوفيلم عبارة عن التصاق البكتيريا مع بعضها البعض على سطح صلب، فبتعمل كتلة. هذه الكتلة بنسميها بيوفيلم. قلنا هذه ممكن تكون داخل جسم الانسان في الانسجة، داخل جسم الانسان على صمامات القلب بتصير دائما، او على الاجهزه الصناعيه داخل جسم الانسان زي صمامات القلب او مفاصل الركب الصناعيه، وممكن تحدث ايضا خارج جسم الانسان. نيجي للبكتيريا الجروث كيرف اللي هو منحنى النمو. هذه منحنى النمو، لو ادينا وضعنا عدد من البكتيريا، عدد ثابت من البكتيريا داخل سائل في مادة مغذية او مواد مغذية للبكتيريا، وجينا عدينا البكتيريا من حد ما حطيناها الى بعد فترة معينة، هنلاقي البكتيريا حتمر باربع مراحل، فور فيزز. هتلاقيها تمر باربع مراحل سميناها لاج فيز، لوج فيز، او اكسبوننشال، ستيشنري فيز، او في وكمان فيز اوف ديكلاين. اربع مراحل. نشوف تفصيل هذه المراحل كيف بيكون عدد البكتيريا في كل مرحله من هذه المراحل. المرحله الاولى اللي هي اللاج فيز، هذه المرحله التي تتاقلم فيها البكتيريا مع البيئة المحيطة فيها،
وتبدأ في الحصول على المواد الغذائية من داخل الوسط الزراعي، فتزداد في الحجم ولكن لا تزداد في العدد. تزداد في الحجم ولكن لا تزداد في العدد. Increase in size but not increase in number. المرحلة الثانية اللوج أو بسموها برضو exponential phase اللي المرحلة الطردية. هذه المرحلة تبدأ البكتيريا في التضاعف، تبدأ البكتيريا في الانقسام انقسام طردي، كلما مر الوقت تتضاعف البكتيريا حتى تصل إلى اللي هو نهاية هذه المرحلة اللي هو البيك تبع الكيرف، يعني قمة الكيرف، قمة المنحنى، وساعتها بتدخل مرحلة تانية. في هذه المرحلة تتضاعف البكتيريا زي ما حكينا بالعدد تضاعف طردي، كلما مر الوقت تتضاعف البكتيريا، يعني مثلا كلما مرت دقيقة مثلا في عندنا 20 بكتيريا، كل مرة دقيقة مثلا بصير البكتيريا ال 20 بكتيريا بتصير 40، الدقيقة اللي بعدها بتصير 80، الدقيقة اللي بعدها بتصير 160، وهكذا تضاعف طردي. في المرحلة الثالثة اللي هي stationary phase، في هذه المرحلة تتوقف تضاعف البكتيريا أو زيادة عدد البكتيريا. ليش؟ لأنه تبدأ البكتيريا تموت، تبدأ المواد السامة الفضلات تتراكم داخل الوسط الزراعي، تبدأ تنقص المواد الغذائية، فبتبدأ البكتيريا تموت. فهنا في المرحلة هذه stationary phase بسموها مرحلة الثبات، يعني عدد البكتيريا التي تتضاعف تساوي عدد البكتيريا التي تموت، عدد البكتيريا التي تتضاعف تساوي عدد البكتيريا التي تموت. فهنا الكيرف ما بيعلاش اطلاقا، ما بيزيدش يعني عدد البكتيريا في المرحلة هذه على الاطلاق. المرحلة الاخيرة تقريبا المواد الغذائية كلها تنتهي تستهلك، وتبدأ البكتيريا في الانحلال والموت. فهنا الكيرف بيبدأ ينزل حتى يصل الى مرحلة الصفر. هنا في المرحلة هذه اللي هو بصير اوتولايتيك انزيم، الانزيمات تبعت البكتيريا تقوم بتحلل البكتيريا وموت البكتيريا، وينتهي في المرحلة هذه نمو البكتيريا، بسموها phase of decline او death phase، مرحلة الموت. هذه هي الاربع مراحل. اللاج فيز قلنا مرحلة ما بيزدادش العدد في هذه المرحلة، انما تزداد حجم البكتيريا. في المرحلة الثانية اللوج فيز بيبدأ الزيادة، بتزيد عدد البكتيريا طرديا كلما مر الوقت. في المرحلة الثالثة ما بتصيرش فيه زيادة. ليش؟ لأنه عدد البكتيريا الميتة في المرحلة هذه بيساوي عدد البكتيريا المتضاعفة. في المرحلة الرابعة بتبدأ كل البكتيريا تموت لأنه بتنقص المواد الغذائية، فبيبدأ الكيرف ينزل لحد الصفر. فهذا الجدول ببين الأربع مراحل تضاعف البكتيريا في الأربع مراحل. يعني المرحلة مثلا اللاج قلنا ما بيزيدش عدد البكتيريا زيرو. في اللوج كونستانت، يعني قلنا تضاعف طردي، كلما مر الوقت بتزيد عدد البكتيريا، يعني تضاعف ثابت. في ستيشنري انا قلنا هنا ما بزيدش عدد البكتيريا، بتبدا ايش تتناقص البكتيريا في مرحله الستيشنري، لانه هنا في المرحله هذه لا تزداد عدد البكتيريا، لانه عدد البكتيريا الميته تساوي عدد البكتيريا المتضاعفه. في مرحله الديث، مرحلة النيجاتيف، النيجاتيف يعني تبدأ البكتيريا في الموت والانحلال، وتنقص البكتيريا قلنا بنزل الكيرف إلى الصفر. بنشوف التغيرات التي تطرأ على البكتيريا في الأربع مراحل من ناحية مورفولوجي أو فسيولوجي. المرحلة الأولى قلنا أنها تزداد حجم البكتيريا، في نهاية هذه المرحلة تصل البكتيريا إلى أقصى حجم لها. في مرحلة اللوج فيز تبدأ البكتيريا في اللي هو انه حجمها يصغر
smaller cells. ليش؟ لأنه البكتيريا هذه الكبيرة انقسمت إلى خليتين، فيبدأ حجمها إيش؟ يصغر. بعدين لو جينا صبغناها بصبغة بنلاقيها stain uniformly، يعني بنلاقيها اللي هي الصبغة متناسقة ومتناسبة. بينما في مرحلة stationary phase لو صبغناها، صبغنا البكتيريا، حنلاقيها اللي هو الصبغة تبعتها غير متناسقة regular staining. ليش؟ لأنه في بكتيريا ميتة وفي بكتيريا حية تتضاعف، فعشان هيك حنلاقي البكتيريا بأكثر من لون وأكثر من شكل. وممكن في المرحلة هذه تبدأ البكتيريا تعمل سبورز اللي هي الأبواغ وتنتج الإكسيتوكسينز واللي هو الأنتيبيوتيك. الأنتيبيوتيك بتفرزها البكتيريا عشان تقتل البكتيريا الأخرى. فيز أوف ديكلاين، هذه مرحلة الفناء. قلنا المرحلة هذه تبدأ البكتيريا تموت موت طبيعي، with aging يعني موت طبيعي، إنه عمرها ينتهي، عمر البكتيريا ينتهي في هذه المرحلة وبتموت موت طبيعي. ما هي العوامل التي تؤثر على نمو البكتيريا؟ احنا قلنا قبل شوية إنه كل بكتيريا لها optimum condition، يعني ظروف مناسبة إلها، ظروف مثالية. هذه الظروف المثالية تشمل الحرارة temperature، الأتموسفير اللي هو الغازات الهوائية تبعت الجو، الهواء الجوي زي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، وجود الهيدروجين، الرطوبة والجفاف، osmotic effects اللي هو الضغط الأسموزي، radiation اللي هو الإشعاعات، mechanical and sonic stress اللي هو الضغط الذي يحصل على البكتيريا. نيجي لأول واحدة منهم، من الظروف والعوامل التي تؤثر على نمو البكتيريا. قلنا التمبريتشر، الحرارة. طبعا العلماء لما فحصوا البكتيريا وجدوا انه في انواع كثيرة من البكتيريا لها احتياجات مختلفة من درجة الحرارة. يعني على سبيل المثال وجدوا أن معظم البكتيريا الممرضة تحتاج إلى 37 درجة مئوية، بينما باقي البكتيريا، يعني في بكتيريا تانية تحتاج إلى درجات حرارة مختلفة. عشان نفهم اللي هو كلمة optimum اللي هي درجة الحرارة المثالية، طبعا لو جبنا بكتيريا بتنمو عند 37 درجة مئوية، هنلاقي الكيرف على الآخر في منطقة الأوبتيمم، يعني نمت بطريقة صحيحة وسليمة ونمت في أفضل حالاتها. بينما لو البكتيريا هذه اللي تحتاج 37 حطيناها في درجة حرارة أقل 20 مثلا أو 10، هينزل الكيرف إلى المينيمم، إلى أقل مستوى، إلى أقل إيه؟ مستوى. لو زودنا بدرجة الحرارة كمان عند الماكسيمم برضو البكتيريا مش هتنمو بطريقة صحيحة وسليمة، لكن الأوبتيمم هي أفضل درجة حرارة لنمو البكتيريا. هذه الصورة بتوضح إنه مجموعات مختلفة من البكتيريا تحتاج إلى درجات حرارة مختلفة. يعني مثلا في مجموعة من البكتيريا بيسموها سيكروفايل. سيكروفايل هذه بتحب درجة حرارة تقريبا من عند ناقص 5 إلى تقريبا 18. في عندنا سيكروتروفس تحتاج درجة حرارة تقريبا من ناقص 8 إلى مثلا 32 أو 35. في عندنا الميزوفايل تحتاج درجة حرارة من 15 إلى تقريبا 42 درجة مئوية وهكذا. نشوف اللي هو احتياجات البكتيريا بالنسبة للحرارة. في عندنا بكتيريا بيقولوا عنها ميزوفيليك. ميزوفيليك هذه بكتيريا تنمو بشكل ممتاز في درجة حرارة من 25 إلى 40
يعني متوسط تبعتها تقريبا 37 درجة مئوية، وهذه تشمل معظم البكتيريا الممرضة التي تسبب أمراض للإنسان، لأن درجة حرارة الإنسان مناسبة لهذه البكتيريا. في عندنا مجموعة تانية من البكتيريا اللي هو بسيكروفيليك. بسيكروفيليك هذه بكتيريا محبة لدرجة الحرارة المنخفضة، تنمو عند تقريبا 20 درجة مئوية زي فلافو بكتيريا. في عندنا بكتيريا ثيرموفيليك درجة حرارة عالية، يعني هذه مجموعة البكتيريا بتحب درجة الحرارة العالية من 55 ل 58 درجة مئوية ويمكن أكثر، ومثال عليها بكتيريا باسيلس ستيرو ثيرموفيلس، هذه ممكن تنمو إلى درجة حرارة 120 درجة مئوية. خلصنا من الحرارة، نيجي إلى الأتموسفير، يعني احتياج البكتيريا للأكسجين. تنقسم البكتيريا حسب احتياجها للأكسجين إلى عدة مجموعات. المجموعة الأولى تحتاج إلى أكسجين بشكل إجباري، بنسميها strict أو obligate aerobes، هذه لا تستطيع أن تنمو في عدم وجود الأكسجين. وجود الأكسجين إجباري لنموها زي بكتيريا سيدوموناس اريجينوزا. في عندنا نوع ثاني من البكتيريا strict obligate anaerobic، هذه بكتيريا لا تحتاج الأكسجين للنمو، لا تحتاج أكسجين للنمو، grow in absence of oxygen، حتى ممكن يكون وجود الأكسجين سام ويقتل هذه البكتيريا. مثال عليها بكتيريا اسمها بكتيرويدز فراجيليس، هذه البكتيريا لا تقوم بعمل اللي هو البيوكيميكال رياكشن اللي اسمه أكسيديتيف فوسفوريليشن، وأيضا لا تحتوي على إنزيمات زي انزيم سوبر اوكسايد ديسميوتاز وكاتاليز بيروكسيديز. هذه الانزيمات تقوم بتحويل مشتقات او مركبات الاكسجين السامه الى مركبات غير سامه. عشان هيك الاكسجين سام على هذه البكتيريا، لان لا يوجد فيها هذه الانزيمات التي تحول مركبات الأكسجين السامة إلى مركبات أكسجين غير سامة، بينما هذه الإنزيمات موجودة في البكتيريا الهوائية اللي هي الإيروبيك، تستطيع من خلال هذه الإنزيمات أن تحول مركبات الإنزيم أو مركبات الأكسجين السامة إلى مركبات غير سامة. هذه الصورة بتوضح الكلام اللي بحكيه قاعد، إنه البكتيريا اللاهوائية لما يدخل الأكسجين داخلها، طبعا الأكسجين يقوم بعمل عمليات الأيض وبيطلع مواد أو مخرجات سامة زي الأكسجين راديكال وغيره H2O2. هنا المركبات السامة هذه لا تستطيع هذه البكتيريا تحويلها إلى مركبات غير سامة، لأنها لا تحتوي على إنزيمات No detoxifying pathway، يعني لا تحتوي على مواد بتحول الأكسجين السام إلى أكسجين غير سام، فبضل الأكسجين السام داخل البكتيريا هذه ويقوم بقتل البكتيريا. بينما البكتيريا الهوائية عندما يدخل الأكسجين برضو يصير ميتابوليزم، عمليات الأيض، يدخل عمليات الأيض تتحول إلى مركبات سامة، يحتوي اللي هي البكتيريا دي إلى مواد أو إنزيمات بتعمل دي توكسيفاينج باثوي، يعني بتحول الأكسجين السام إلى أكسجين نون توكسيك غير سام زي المية والاكسجين العادي مولكيولار اكسجين. الانزيمات هذه زي السوبر اوكسايد ديسميوتاز والكاتاليز والبروكسيديز، وهذه الانزيمات موجودة في البكتيريا الهوائية وغير موجودة في البكتيريا اللاهوائية. الصورة هذه بتوضح اللي هو بعض الاشياء التي نقوم بها بالمختبر. مثلا الصورة اللي فوق في عندنا انكيوبيتر اللي هو الحاضنة،
بنحدد درجة حرارتها حسب نوع البكتيريا اللي احنا بدنا نزرعها، يعني يا اما 37 يا اما 42، يا اما حسب البكتيريا، احتياج البكتيريا اللي بدنا نزرعها وننميها داخل الحاضنة. الصورتين اللي تحت هذه انيروبيك جار بنستعمله للبكتيريا اللاهوائية حتى نقوم بطرد الأكسجين من داخل الجهاز هذا الأنيروبيك جار. نضع كيس، هذا الكيس يقوم بطرد الأكسجين ويقوم بإخراج CO2 وهيدروجين داخل الأنيروبيك جار، لأنه زي ما حكينا الأكسجين سام على هذه البكتيريا. فهذه إجراءات نقوم بها بالمختبر لزراعة البكتيريا الهوائية واللاهوائية. هذا الأنيروبيك تشامبر برضو هذا يستعمل لزراعة البكتيريا اللاهوائية عشان ما يدخلش الأكسجين داخل الأطباق. في بكتيريا اسمها كابنوفيليك، هذه تحتاج إلى نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون. كيف ممكن نحصل على ثاني أكسيد الكربون لهذه البكتيريا؟ نقوم بوضع البكتيريا أو الأطباق الزراعية اللي بننمي البكتيريا اللي بتحب ثاني أكسيد الكربون داخل هذه الجار، بنسميه احنا جلاس جار، وبنحط شمعة بنشعلها وبنسكر المرطبان أو الجار. طبعا الشمعة هذه راح تحرق الأكسجين اللي موجود داخل الجار هذا وتحوله لثاني أكسيد الكربون اللي بتحتاجه البكتيريا للنمو. هذا الجار اللي حكينا عنه احنا بنسميه كانديل جار. لو بدنا نطور نفسنا في جهاز CO2 انكيوبيتر جنبه جرة فيها ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون بيدخل داخل الجهاز وبيعطي البكتيريا ثاني أكسيد الكربون اللي لازم لنموها. هذا بديل عن الكانديل جار. النوع الثالث من البكتيريا حسب احتياجها للأكسجين مايكرو ايروفيليك. هذه البكتيريا المايكرو ايروفيليك تحتاج إلى نسبة قليلة من الأكسجين، مثال عليها بكتيريا الكامبيلوباكتر والهيليكوباكتر. النوع الرابع من البكتيريا فاكولتيتيف انيروبيك، هذه البكتيريا ممكن تعيش في وجود الأكسجين أو عدم وجود الأكسجين، وهذه معظم البكتيريا الممرضة يعني تدخل ضمن هذه الإطار أو ضمن من هذه النوع من البكتيريا اللي هي اللاهوائية الاختيارية، زي بكتيريا ستافيلوكوكاس سبيسيز شاكولاي بروتياس إلى آخره. في هنا بكتيريا إيرو توليرانت أنيروب، هذه بكتيريا لاهوائية ولكن ممكن تتحمل نسبة معينة من الأكسجين، زي بكتيريا الكروستيديوم بيرفرينجنس. في بكتيريا توي حكينا عنها قبل شوية الكابنوفيليك أورجانيزم، تحتاج إلى نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون، ومثال عليها زي النيسيريا سبيسيس. هذه التجربة ممكن نعملها في المعمل. لو جبنا سائل مغذي للبكتيريا ووضعنا فيه عدة أنواع من البكتيريا، هنلاقي البكتيريا المحبة للأكسجين تنمو على السطح لأنه نسبة عالية من الأكسجين موجودة على سطح الأنبوبة. في وسط الأنبوبة هنلاقي البكتيريا المايكرو إيروفيليك نمت لأنها تحتاج إلى نسبة قليلة من الأكسجين. الآن البكتيريا التي لا تحتاج أكسجين تنمو في قاع الأنبوبة لأنه ما فيش أكسجين، نو أكسجين. هذا الكلام اللي بنحكيه قاعدين، إنه البكتيريا الهوائية هتنمو على سطح الأنبوبة، بينما البكتيريا اللاهوائية الأوبليجيت أنيروبيك هتنمو في قاع الأنبوبة. البكتيريا الفاكولتيتيف أنيروبيك البكتيريا الاختيارية هتنمو في كل الأنبوبة لأنه ممكن تنمو في وجود الأكسجين وعدم وجود الأكسجين.
تولرانت انيروب برضه ممكن تنمو في كل الأنبوبة، لكن هتنمو في قاع الأنبوبة أفضل. بالنسبة للـ H ion concentration، تركيز الهيدروجين واحتياج البكتيريا لتركيز الهيدروجين المعين، طبعا تركيز الهيدروجين هو عبارة عن الـ pH اللي هو درجة الحموضة والقاعدية. طبعا في أن بكتيريا تحتاج إلى درجة حموضة أو قاعدية معتدلة neutral or slightly alkaline، معتدلة تقريبا من البي اتش من 7.2 ل 7.6، وهذه معظم البكتيريا الممرضة، لأن هذه نسبة اللي هو الحموضة في جسم الإنسان تقريبا 7 أو 4، وهذه مثال عليها كل البكتيريا الممرضة. في عندنا بكتيريا بتعيش في درجة حموضة عالية acidic pH زي بكتيريا اللاكتوباسيلاي، في عندنا بكتيريا بتعيش في درجة قاعدية عالية alkaline pH زي بكتيريا الفايبرو كوليرا اللي بتسبب مرض الكوليرا. بالنسبة للماء والرطوبة والجفاف، يعني البكتيريا تحتاج بشكل أساسي المياه. الجفاف ممكن يقتل البكتيريا، لكن طبعا تختلف أنواع البكتيريا في تحملها للجفاف. يعني مثلا في بكتيريا حساسة جدا للجفاف زي بكتيريا تيبونيما باليديوم اللي بتسبب مرض السيفلس لمرض الزهري، وفي بكتيريا ممكن تتحمل الجفاف لعدة أشهر زي بكتيريا الاستافيلوكوكاي سبيشيز. لكن في أنواع من البكتيريا لو صار في عندها جفاف ممكن تعمل أبواغ السبورز. السبورز هذه اللي بتعملها بعض البكتيريا اللي تعرضت إلى الجفاف أو نقص في الماء ممكن تبقى إلى عدة سنوات أو حتى يعني عشرات السنوات أو حتى مئات السنوات وآلاف السنوات بدون ماء. بدون ماء، فهذه السبورز مهمة جدا لحفظ البكتيريا من الظروف الصعبة المحيطة فيها. في عندنا الضغط الأسموزي أسموتيك إفكت، طبعا الضغط الأسموزي العالي ممكن يقوم بقتل البكتيريا. يعني معظم البكتيريا تتحمل ضغط أسموزي عادي طبعا، يعني ويعني هذا بفضل السيل وول تبع البكتيريا، لأن السيل وول تبع البكتيريا بحافظ على الضغط الأسموزي تبع الخلية البكتيرية من الداخل. بالنسبة للراديشن الإشعاعات، الإشعاعات أيضا قاتلة للبكتيريا سواء كانت إكس راي أو جاما راي، قاتلة للبكتيريا تقوم بتخريب المادة الوراثية تبعت البكتيريا. ميكانيكال اند سونيك ستريس اللي هو الضغط الميكانيكي أو حتى الصوتنة يعني الأصوات، الأصوات ممكن تقوم أو الضغط نفسه ممكن يقوم بقتل البكتيريا. يعني لو ضغطنا على بكتيريا بأصبعنا مثلا ممكن طبعا البكتيريا تموت على الفور لأن تعرضت إلى ضغط حتنفجر الخلية البكتيرية. أيضا من العوامل المهمة لنمو البكتيريا وتضاعفها اللي هي العوامل النمو، الأغذية أو الغذاء اللي تحتاجه البكتيريا. الغذاء اللي تحتاجه البكتيريا في منه essential. essential يعني لا تستطيع البكتيريا أن تتضاعف وأن تنمو بدونه على الإطلاق. في أكسسوري، أكسسوري اللي هي الأشياء الإضافية أو الأشياء الزائدة اللي ممكن تحصل عليها البكتيريا وتعزز نموها فقط، لكن ممكن في غيابها تنمو البكتيريا بشكل طبيعي. البكتيريا تحتاج إلى فيتامينات تقريبا زي باقي خلايا الثدييات، زي فيتامين B12 كومبلكس اللي هو B1 وB2 وB3 وB6 وB9 وB12، كل هذه
فيتامينات تحتاجها البكتيريا للنمو. خلصنا من العوامل يعني المهمة لنمو البكتيريا، نيجي للميكروبيال ميتابوليزم اللي هي عمليات الأيض تبعت البكتيريا. طبعا الميتابوليزم هو عبارة، لو بنجي نعرفها، هو عبارة عن مجموعة من التفاعلات الكيميائية التي تحتاجها البكتيريا لإنتاج الطاقة، تنتج الطاقة البكتيريا لكي تبني الخلية البكتيرية، لكي تقوم ببناء الخلية البكتيرية. الميتابوليزم داخل الخلية البكتيرية تشمل عمليتين، عملية الأنابوليزم والكاتابوليزم. الأنابوليزم هي عملية البناء البيوسينثيسيس، طبعاً عملية البناء هذه تحتاج إلى طاقة ATP، بينما الكاتابوليزم اللي هي عملية الهدم، وهذه عملية الهدم هي التي تنتج طاقة. طبعا إنتاج الطاقة داخل البكتيريا له عدة أنواع أو عدة ميكانيزم. في عنا ايروبيك ريسبيريشن، تنفس هوائي، وانيروبيك ريسبيريشن، تنفس لا هوائي، وفي عنا فيرمنتيشن. هذه الثلاث طرق ممكن البكتيريا تحصل على الطاقة، لكن يعني البكتيريا الواحدة لا تقوم بعمل الثلاث عمليات هذه، وإنما تقوم بعمل عملية واحدة منهم فقط. إذا داخل البكتيريا تتم عملية الكاتابوليزم، هدم مركبات زي السكر مثلا، الجلوكوز أو السكريات أو الكربوهيدرات. عملية الهدم تقوم بإنتاج طاقة، والطاقة هذه بتستعملها البكتيريا لعملية الأنابوليزم، بناء مركبات كبيرة لبناء الخلية البكتيرية. نقول قبل شوية عملية الهدم تقوم بإنتاج الطاقة اللي هي الـ ATP أدينوسين ترايفوسفيت التي يحتاجها الخلية البكتيرية لعملية الأنابوليزم، عملية البناء الخلية البكتيرية، وهذه بنقولنا بنسميها عملية الميتابوليزم. هذه الصورة بتوضح الكلام اللي بنحكيه قاعدين، إنه نبدأ من عملية الكاتابوليزم، الهدم بتعطينا الطاقة، الطاقة بنستعملها للأنابوليزم، بناء مركبات مهمة للبكتيريا زي الكربوهيدرات، البروتين والليبيد، التي تتكون من سمبل بيلدينج بلوكس من سكريات وأمينو أسيد. وبعدين هذه المركبات الكبيرة تقوم ببناء البكتيريا نفسها، وبعدين أيضا هذه المركبات تكون مصدر للطاقة، تقوم البكتيريا بهدمها لإنتاج الطاقة، وهكذا. يعني هذه سلسلة من التفاعلات، عملية البناء والهدم، عمليتين متكاملات من أجل الحصول على الطاقة وبناء أجزاء البكتيريا. عمليات الأيض تبعت البكتيريا تنقسم حسب المجموعات الغذائية إلى عدة مجموعات. أولاً source of energy، حسب مصدر الطاقة التي تستخدم لنمو البكتيريا. ثانياً حسب مصدر الكربون. ثالثاً حسب مصدر الإلكترونات التي تستخدم لنمو البكتيريا. هذه الصورة بتوضح تقسيم أو تقسيمات البكتيريا حسب احتياجها للمواد الكيميائية أو اللايت أو ثاني أكسيد الكربون أو مواد عضوية وهكذا. نبدأ واحدة واحدة. أولا energy source اللي هو مصدر الطاقة، تنقسم البكتيريا حسب احتياجها لمصدر الطاقة إلى عدة أقسام. أولا في عنا فوتوتروفس هذه البكتيريا تحتاج فقط
أو تحصل على الطاقة فقط من أشعة الشمس from sunlight، تحصل على الطاقة من أشعة الشمس. في عندنا بكتيريا تانية كيموتروفس، تحصل على الطاقة من عملية الاختزال والحرق oxidation reduction من مواد كيميائية خارجية. وهذه تنقسم إلى قسمين أو عدة أقسام. الأورجانوتروفس، الأورجانوتروفس هي البكتيريا التي تحتاج إلى مواد عضوية كمصدر للهيدروجين. في عندنا الليثوتروفس، هذه البكتيريا التي تحتاج إلى مواد غير عضوية كمصدر للهيدروجين زي الـ NH3 والـ H2S. تنقسم البكتيريا حسب احتياجها للكربون إلى عدة أقسام أيضا. في عندنا أوتوتروفس، أوتوتروفس هي البكتيريا التي تنمو وتتكاثر ذاتيا، تحصل على المواد الغذائية وعلى ثاني أكسيد الكربون وعلى النيتروجين من الهواء الجوي. وهذه البكتيريا ليست مهمة طبيا، لا تسبب الأمراض. النوع الثاني الهيتيروتروفس، هذه بكتيريا تحصل على الغذاء من مواد عضوية جاهزة، وهذه يمكن يعني من البكتيريا الممرضة. في عندنا ميكسوتروفيك، عبارة عن بكتيريا خليط بين الأوتوتروفس والهيتيروتروفس، يعني بتحصل على بعض المواد الغذائية من الطبيعة من الهواء الجوي، وأيضا ممكن تحصل على مواد غذائية من مواد عضوية جاهزة. لو جينا دمجنا الأشياء اللي حكيناها حسب احتياج البكتيريا، يعني مصدر الطاقة تبعت الكربون أو مصدر النيتروجين أو مصدر الضوء، بنقسم البكتيريا إلى عدة أقسام جديدة. في عندنا فوتو أوتوتروف، هذه البكتيريا من اسمها يعني تحصل على الطاقة من الضوء، وأيضا تحصل على الكربون من الهواء الجوي، كربون ديوكسيد تحصل عليه من الهواء الجوي. فعندنا بكتيريا فوتو هيتيروتروف أيضا تحصل على الطاقة من الضوء، وتحصل على الكربون من مواد عضوية جاهزة. كيمو أوتوتروفس، هذه بكتيريا تحصل على الطاقة من مواد كيميائية والكربون من الهواء الجوي. في عندنا بكتيريا رابعة كيمو هيتيروتروف، بكتيريا تحصل على الطاقة من مواد كيميائية والكربون تحصل عليها أيضا من مواد عضوية جاهزة. احنا اللي بتهمنا البكتيريا الممرضة، ويتتبع إلى فئة الكيمو هيتيروتروفس، يعني بكتيريا تحصل على الطاقة من مواد كيميائية وتحصل على الكربون من مواد عضوية جاهزة، تحصل على الكربون من مواد عضوية جاهزة. هذه البكتيريا أيضا تنقسم إلى قسمين، سابروفيتس، بكتيريا تحصل على المواد العضوية من كائنات ميتة ومتحللة. البارازايت هي عبارة عن بكتيريا لابد أن تتطفل حتى على كائنات أخرى حتى تحصل على الطاقة أو على المواد الغذائية. وهذه البكتيريا الممرضة. إذا البكتيريا الممرضة تتبع عائلة أو فئة كيمو أورجانو هيتيروتروفيك. هذه معظم البكتيريا الممرضة أو الميكروبات الممرضة تتبع هذه الفئة، خاصة اللي هي البكتيريا والبروتوزوا والفطريات، حتى كمان يعني بعض الحيوانات. وكل البكتيريا الممرضة تقع ضمن هذه الفئة. كيف تحصل البكتيريا على الطاقة؟ طبعا الطاقة الانرجي هي تعريف نجي نعرفها، هي القدرة على التغيير، القدرة على التغيير، يعني الخلية ما بدها تغير أو بدها تنتج شيء معين لابد أن تحصل على الطاقة، يعني مثلا لما تتحرك من مكان إلى مكان بدها طاقة. الطاقة إلى نوعين،
اندروجينيك رياكشن هذا عبارة عن تفاعلات تستهلك الطاقة، وفي اكسيروجينيك رياكشن عبارة عن تفاعلات بتنتج الطاقة. أنا قلنا قبل شوية أن عمليات إنتاج الطاقة تتم بثلاث عمليات: aerobic respiration, anaerobic respiration, وfermentation. لكن قلنا إنه يعني حسب نوع البكتيريا تقوم بعملية واحدة من هذه العمليات. يعني مثلا البكتيريا الهوائية تقوم بعمل aerobic respiration، البكتيريا اللاهوائية بتعمل anaerobic respiration زائد fermentation. البكتيريا الهوائية الايروبيك تقوم ب او تحتاج على الاكسجين كاخر خطوة من عملية انتاج الطاقة، اللي هي بنسميها تيرمينال الكترون اكسبتور. تيرمينال الكترون اكسبتور هي اخر خطوة من عملية انتاج الطاقة، بينما البكتيريا اللاهوائية تحتاج الى مركبات اخرى غير الاكسجين، مركبات غير عضوية غير الأكسجين زي مين؟ زي النيتروجين. لو بدنا نيجي نفصل في الايروبيك ريسبيريشن اللي هو التنفس الهوائي، طبعا احنا قلنا في عملية التنفس الهوائي لابد من وجود أكسجين، لابد من وجود أكسجين كتيرمينال الكترون اكسبتور. ففي هذه العملية تقوم بها البكتيريا اللي هي كيمو هيتيروتروفيك بكتيريا. هذه البكتيريا ممكن تكون أيضا ممرضة، يعني معظم البكتيريا الممرضة تقوم بعمل هذه العملية، تحصل على الطاقة من خلال حرق المواد العضوية، وتحصل على الكربون من أورجانيك كربون من مواد عضوية. تقوم بثلاث عمليات مهمة جدا لإنتاج الطاقة. العملية الأولى حرق الجلوكوز السكر، يسموها glycolysis. الخطوة الثانية كريبس سايكل، والخطوة الثالثة respiration أو chain أو electron transport chain. إذن glycolysis، كريبس سايكل، والإلكترون ترانسبورت تشين. الخطوة الأولى للجلايكوليسيز اللي هي حرق الجلوكوز السكر، طبعا السكر هو يعني نوع من أنواع الكربوهيدرات. تقوم هذه الخطوة بتحويل الجلوكوز إلى مركبين من البايروفيك أسيد، مركبين من البايروفيك أسيد. طبعا هذه العملية يعني مهمة جدا لإنتاج الـ ATP، أو هي أول خطوة من عملية إنتاج الطاقة. العملية هذه في النهاية بتعطينا 2 بايروفيك أسيد، 2 ناد H2 و 2 ATP، مركبين من مركبات الطاقة. لأن المخرجات تبعت الجلايكولوسيز بتدخل الكريبس سايكل، الستريك أسيد سايكل، فالاثنين بايروفيك أسيد بتدخل اللي هو عملية الكريبس سايكل، بتحول لإيش؟ 2-أسيتايل كولين A، وهذا بتدخل اللي هو حلقة كريبس سايكل. كريبس سايكل في النهاية بتعطينا اللي هو مركبات 2 ATP، 6 ناد H2، 2 فاد H2، و 4 CO2. طبعا الكريبس سايكل هذه تحدث في خلايا الأوكاريوتيك في الميتوكوندريا، بينما في البروكاريوتيك تحدث في السيل ممبرين أو السيتوبلازم تبعت البكتيريا. والآن إلى آخر خطوة في عملية الايروبيك ريسبيريشن، المخرجات تبعت كريبس سايكل
بتدخل الالكترون ترانسبورت تشين، بتم الانتقال الالكترونات من مركب الى مركب زي ما شايفين في الصورة اللي تحت، وهذه العملية بسموها كيمو ايزوموتيك موديل اوف ميتشل. لكن في نهايتها في وجود الاكسجين بتعطينا 34 اي تي بي، في وجود الاكسجين قد بتعطينا 34 اي تي بي، وفي عندنا 2 من كريبس سايكل و2 من جلايكولوسيس بيصير عندنا المجموع 38 اي تي بي. هذه هي التفاعلات اللي بتتم في عملية الالكترون ترانسبورت تشين او الاكسيديتيف فوسفوريليشن، بتم تبادل الالكترونات من مركب الى مركب، وفي النهاية بتدخل اللي هو الهيدروجين ايون الانزيم الاي تي بي سينثيز، وبعدين بيجي اللي هو الاكسجين بتحول الى مية، وبعدين بتعطينا الطاقة اللي هي الاي تي بي تقريبا 34 اي تي بي اللي هو مركب طاقة. هذا ملخص الكلام اللي حكيناه، قلنا اول خطوة بتم حرق اللي هو الجلوكوز، ومخرجات عملية الحرق اللي هو قلنا بيطلع لنا 2 بايروفيك اسيد تدخل كريبس سايكل، وبعدين بيطلع لنا ايضا من كريبس سايكل مركبات بتدخل اللي هي عملية اللي هو الترانسبورت تشين الكترون ترانسبورت تشين، في النهاية بتعطينا الاي تي بي. الطريقة الثانية لتحصيل الطاقة في البكتيريا اللي هي الانيروبيك ريسبيريشن تنفس الهوائي، تقريبا بتمر بثلاث مراحل زي الايروبيك ريسبيريشن نفس المراحل، ولكن هنا الفرق انه الفاينل الكترون اكسبتور بدل ما يكون اكسجين بكون عناصر اخرى، يعني على سبيل المثال سيدوموناس والباسيلوس بتستخدم الانو 3، عندنا الدي سلفو فايبرو بتستخدم اس او 4، ميثانوجين بتستخدم سي او 3. طبعا هذه ممكن العمليه تتم في الفاكولتيتيف اورجانيزم، يعني البكتيريا الاختياريه اللي ممكن تستخدم الاكسجين او لا تستخدم الاكسجين، وممكن في الاوبليجيت انيروبيك اللي هي البكتيريا اللي لا هوائيه الاجباريه. في الانيروبيك ريسبيريشن تعطينا كميه قليله من الاي تي بي، ليش؟ لان فقط نسبة أو جزء من الكريبس سايكل تعمل، مش كل الكريبس سايكل تعمل، وكمان حتى كمان الالكترون ترانسبورت تشين مش كلها بتشتغل، عشان هيك بتعطينا كمية قليلة من الـ ATP. هذا مخطط بيوضح اللي هو آلية عمل أو إنتاج الطاقة في البكتيريا. قلنا بتبدأ العملية من عملية جلايكوليسيز حرق الجلوكوز سكريات، بتعطينا 2 بايروفيت، في وجود الأكسجين بتدخل قلنا الإيروبيك ريسبيريشن بتعطينا الأسيتال كولين A، بتدخل الكريبس سايكل، وبعدين بتدخل المخرجات في الإلكترون ترانسبورت تشين بتعطينا الـ ATP. لو فيش وجود فيش أكسجين بتدخل عملية الفيرمنتيشن أو الأنيروبيك ريسبيريشن اللي حكينا عنها قبل شوية. في عملية الفيرمنتيشن في عنا عدة طرق للفيرمنتيشن، الكهوليك فيرمنتيشن بتعطينا إيثايل الكهول زائد CO2، في لاكتيك أسيد فيرمنتيشن بتعطينا لاكتيك أسيد، وعملية الفيرمنتيشن عملية لا هوائية. عملية الفيرمنتيشن هي عملية حرق غير كامل للجلوكوز أو كربوهيدرات أخرى في عدم وجود الأكسجين. في نهاية العملية بتستخدم مواد عضوية أو مركبات عضوية أخرى كبديل عن الأكسجين في التيرمينال إلكترون أكسبتور، بتعطينا كمية قليلة من الـ ATP. ممكن طبعا في نهاية التفاعل تعطينا إيثايل الكحول كحول بواسطة الخمائر عندما تعمل على الجلوكوز. مخرجات الفرمنتيشن تعطينا أسيد، تعطينا غاز، غازات، غاز، ومركبات أخرى حسب نوع البكتيريا
حسب عملها على البايروفيك أسيد زي ما حنشوف في الشريحة اللي بعدها. الشريحة هذه واضح أنه لما تشتغل البكتيريا في عملية الفرمنتيشن على البايروفيك أسيد كل ميكروب بيعطي مركب مختلف، يعني على سبيل المثال عندنا الستريبتوكوكاي واللاكتوباسيلاي والباسيلس بتعطينا لاكتيك أسيد، الخمائر الساكاروميسيس بتعطينا إيثانول وسوتو وهكذا، كل بكتيريا بتعطينا مركب مختلف عن الآخر. الجدول هذا بوضح مجاميع الأشياء اللي بنحصل عليها من خلال كل عملية من العمليات. عملية الايروبيك كريسبيريشن احنا قلنا بيتم فيها جلايكوليسيز والكريب سايكل والالكترون ترانسبورت تشين، والفاينل الكترون اكسبتور هو الاكسجين زي ما شفنا، بتعطينا في النهاية 38 اي تي بي، 34 في الالكترون ترانسبورت تشين وتنتين في الكريب سايكل وتنتين في الجلايكوليسيز. في الانيروبيك ريسبيريشن برضه بتتم فيها جلايكوليسيز وكريب سايكل والالكترون ترانسبورت تشين، لكن قلنا بتستخدم اللي هو عناصر اخرى زي الNO3 SO4 CO3 وبتعطينا عدد مختلف حسب البكتيريا من الاي تي بي فاريبل. عمليه الفرمنتيشن بتتم فقط فيها عمليه الجلايكوليسيز، بتتمش عمليه الكريب سايكل ولا الالكترون ترانسبورت تشين. بتستخدم فاينل الكترون اكسبتور الاورجانيك مولكيولز مواد عضوية وبتعطينا تنتين ATP فقط. هذا الجدول بيوضح اللي هو تسمية البكتيريا. طبعا البكتيريا زي كل الكائنات لها طريقة في التسمية، لها مملكة ولها رتبة ولها عائلة ولها نوع ولها جنس وهكذا. يعني على سبيل المثال البكتيريا الإشريشة كولاي المملكة تبعتها بروكاريوت، الديفيجن تبعها اللي هو جراسيليكيوتس، الجلاس او الكلاس تبعتها اللي هو سكوتوبكتيريا، الصف الاوردر الرتبه ايوبكترياليز، العائله تبعتها انتيروبكترياسي والجينس اشريشيا والسبيشيز كلها. كل بكتيريا لها تسميه زي البكتيريا هاي. لو بدنا نشرح عن او نحكي عن المجموعات تبعت البكتيريا، مثلا لما نقول فاميلي عائلة بكتيريا، شو يعني فاميلي؟ عبارة عن مجموعة من الأجناس، group of related genera، مجموعة من الأجناس المتشابهة. لما نقول جيناس اللي هو الجنس، مجموعة من الأنواع، مجموعة من الأنواع برضو المتشابهة. السبيشيز اللي هي الأنواع، مجموعة من السترينز، السترينز اللي هو يعني لها انتيجين او انتي بودي متشابهه او لها انتيجين متشابهه. التايب النوع اللي هو عباره عن مجموعه من الاجناس البكتيريا او السترين تبعت البكتيريا داخل الاجناس. لو جينا قسمنا البكتيريا ممكن نقسمها حسب السيروتايب، السيروتايب اللي هو نوع الانتيجين الموجود عليها. الفيج تايب، الفيج تايب حسب نوع الملتهمات البكتيريا اللي هي البكتيريوفاج اللي ممكن تقضي على البكتيريا، لانه كل فيروس اللي هو بكتيريوفاج من ملتهمات البكتيريا يتخصص في بكتيريا معينه، يتخصص في بكتيريا معينه، فهذه بنسميها فاج تايب. بايو تايب اللي هي الفحوصات الكيميائيه او البيوكيميائيه لمجموعه من البكتيريا. الجينوتايب اللي هي الصفات الوراثيه تبعت البكتيريا. بالنسبه للسترين، السترين قلنا احنا عباره عن يعني مجموعه من البكتيريا داخل السبيشيز، يعني السبيشيز ممكن نقسمها الى سترينز حسب تركيب الانتيجين تبعها. برضه هذه امثله على تسميه بعض البكتيريا، مثلا في عندنا بكتيريا الجينس تبعت بكتيريا ستافيلوكوكس، السبيشيز تبعتها اورياس، في عندنا اشريشا كولاي السبيشيز تبعتها اشريشا كولاي او اشريشا يعني السبيشيز تبعتها كولاي، النيسيريا السبيشيز تبعتها مننجيتيتس او مننجايتس.